ويسعدني ان يكون معايا مؤلف ومخرج الفيلم الاستاذ هشام صقر. بقول لك طبعا مليون مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. عايز اعرف البدايه، الفكره جات لك ازاي، ومراحل تنفيذ الفيلم حتى يعني الليله ان شاء الله اول ليله عرض بالنسبه لك. الموضوع بدا تقريبا من 3 سنين ونص. كنت بحاول بس افكر ازاي الناس قادره تلاقي امل في الحياه انها تستمر وتكمل بمعطيات معينه بظروف معينه. بتساءل احنا ازاي بنكمل في حياتنا بحساسيه معينه او بعد فقد شخص عزيز او بعد معطيات لحياه صعبه. فحاولت اخرج الافكار دي على شخصيه بعيده نوعا ما عني اللي هي شخصيه هاله، وبدات افكر ازاي ممكن تلاقي امل، ازاي ممكن تلاقي امل في مدينه بحجم القاهره. تعنت باطباء نفسيين متخصصين؟ طبعا عملت اثناء الكتابه عملت بحث طويل مع دكاتره ساعدوني جدا، ومع حالات قابلت حالات وكلمت مع حالات بحيث ان انا اخد اللي يفيدني في نفس الوقت ما بقاش بضلل اي المشاهدين. يعني بس ما بقى الى اي مدى ساعدتك في ترجمه اللي كتبته على الورق من خلال مشاهدك الجميله على الشاشه؟ انا رايي انها يعني هي ممثله قويه جدا جدا جدا، وانا سعيد جدا ان هي شريكتي في هذه التجربه. انا سعيد ان اول تجربه ليا بطوله بسمه، وفي رايي ان هي مبهره وعملت شغل مبهر. يعني شايف ان النوعيه دي من الافلام ممكن تجذب الجمهور؟ عاده اتعودنا ان الاكشن والتوليفه التجاريه المعتاده في السينما المصريه والعالميه كمان هي اللي بتجذب اكتر الجمهور. يعني شايف ان ممكن النوعيه دي من الافلام تحقق نجاح في دور العرض السينمائي وتعمل ايرادات عاليه؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، طبعا انت عندك حق، بس على الناحيه الثانيه جمهور مصر وجمهور العالم كله عنده استعداد يتعامل مع شيء مختلف. زي ما انت قلت في الاخر في افلام معروف ان الناس حابه تتفرج عليها، فالافلام دي بتكلف ملايين وبتكسب ملايين. نوع الافلام ده نوع موجود، انا مش بعمل شيء عمره ما كان حصل، وموجود في كل حته في الدنيا، وبقاء وقابليه بس ان الجمهور يتعاون ان يبقى في حاجه مختلفه، ده اللي بيقول ان اي بلد فيها صناعه ولا لا، ان يبقى عندنا رينج واسع من افلام مختلفه، في افلام كبيره وفي افلام صغيره، في افلام كوميدي وفي تنوع موضوعات والافكار بالظبط كده. غير كده هيبقى عباره عن مصنع بينتج شيء متاكد انه هيكسب، بصرف عليه 10 قروش وبكسب منه 20 قرش ونقطه. الفيلم شارك في اكتر من مهرجان، صحيح؟ تكلمني عنه. يعني احنا كانت تجربتنا الاولى، العرض الاول العالمي كان في سبتمبر اللي فات في مهرجان تورونتو في كندا، ومن اللحظه ديت للحظه ديت انا بتكلم تقريبا في 13 مهرجان دولي في جميع انحاء العالم. طبعا شيء بيسعدني جدا ان انا في الاخر قادر اعمل نوع فن اتواصل بيه مع الناس، وحاجز اللغه ما يوقفنيش، ان في الاخر انا بتكلم بعمل فيلم، وفيلم السينما ليها لغه خاصه جدا. تم ترجمته للغات اجنبيه؟ قطعا. طبعا يعني انت بتترجم انجليزي للناطقين بالانجليزي، بتترجم فرنساوي للناطقين بالفرنسيه، وهكذا. بس ارجع واقول لك انه حتى لو افلام الترجمه بيبقى الفيصل هو لحد فين هم كبني ادمين قادرين يتفاعلوا مع القصه الانسانيه اللي هم بيتفرجوا عليها. طبعا انا بشكرك وببارك لك مره تانية، وان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا باذن الله. شكرا لحضرتك جدا. شكرا جزيلا. شكرا.